بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حدث اليوم حدث خطير جدا، للأسف الشديد. اللي حدث اليوم يرجع بينا إلى ما قبل 2011، لما كان في بوليس وكان في إرهاب وكان في حجر على الحريات. ما حدث تحديدا أن اليوم الصباح تلقيت تليفون من شقيقي أن بنتها لم تسجل في الانتخابات، ووجدت نفسها مسجلة، ومشت بتسحب بطاقتها فوجدت أن بطاقتها قد سحبت. توجهت إلى المدرسة، هي مدرسة الصمود في بوسليم، في عمارة بوسليم، وجدت قبلي عشرات الحالات بدون مبالغة الذين جاءوا ليستلموا بطاقاتهم ولم يجدوا بطاقاتهم، وجدوا أن بطاقاتهم قد سحبت، وهرج ومرج والناس تحتج. وقعدنا نكلموا في الناس، الحقيقة اللجنة كانت متعاونة أيضا. للأسف الشديد في الأول كانوا حتى أفراد وزارة الداخلية متعاونين، فأنا كلمت بعض الأشخاص وسجلنا فيديو نثبت فيه هذه الحالة، لأن التزوير أصبح بشكل ظاهر وكبير جدا، مواطنين بالعشرات، وأكد أنهم بالعشرات في هذا، في مدرسة واحدة جاءوا ليسحبوا بطاقاتهم فلم يجدوا. فخلاص لما جينا طالعين قالوا لنا لو سمحت سكروا الباب الرئيسي المدرسة، ما تطلعوش دقائق إلا نجدوا للأسف ضباط لابسين زي المموه زي وزارة الداخلية. للأسف أن واحد من الضباط كان جريح في مالطا، وكنت أزوره يوميا في المستشفى، لكن قال لي أوامر، مانيش عارف منين الأوامر. طبعا توجهت بعدها لمقر الشرطة في بوسليم، لم أجد المسؤول هناك. قبل ذلك اتصلت بوزير الداخلية المشكور اللي هو خالد مازن، وقلت له هل عندكم منع من التصوير؟ قال لي أبدا، بالعكس ما في شيء منع من التصوير. وقلت له شكرا. وللأسف طبعا للأسف سرقوا تليفوناتي الاثنين وضربوا ابني، والحقيقة كان منظر مزري جدا، مانيش عارف طبعا. للأسف بزي مدني أغلبهم سروال توتة وشبشب وفانيليا، لصالح من قاموا بالعمل هذا مش معروف. للأسف يعني كان منظر مزري جدا. واضح أن أنا الآن يعني سأباشر إجراءاتي القانونية، وسوف أصعد الأمر إلى أعلى ما يمكن لينال كل واحد عقابه، وكل من تدخل بهذه الطريقة يجب أن ينال عقابه. هذا للتوضيح للرأي العام، والحمد لله يعني بإذن الله ليبيا ما زالت بخير، وفبراير لم تولد لتموت. سندافع عن حقوقنا مهما كانت الظروف، لن تكون انتخابات مزورة، سندافع عن حرية الكلمة، سندافع عن حرية التعبير. فبراير جاءت أهم مكسب من مكاسب فبراير هي حرية التعبير، ولن نتنازل عنه مهما دفعنا من ثمن. دمتم في حفظ الله.